طالب توفير، عضو جمعية تمكين، مشارك في مشروع كابدال. سعيد جدا أن أشارك في هذا المشروع، وهو مشروع يساهم في التنمية المحلية، يساهم في تطوير هذه المدينة، وسعداء جدا أن نكون أحد الفاعلين الاجتماعيين لرفع من مستوى المحلي البلدية المسحية. كيف ترى البرنامج كابدال مستقبلا في مدينة بلدية مسح؟ أظن أنه مشروع كابدال سيكتب له النجاح في حالة واحدة، إذا تفاعل كل المشاركين في العمل والعمل مع مشروع كابدال. هل فعلا فكرة الديمقراطية التشاركية ستنجح في 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 مجتمع غير متكافئ الفرص؟ أولا دعني أقول شيء مهم جدا، أعلنت كابدال الديمقراطية التشاركية إلا أنني أشك في نجاحها في اختياراتها للفورماتير، هذا أولا. ثانيا أظن أنه يجب علينا أن نقوم بعملية وعي. ما الشيء الإيجابي في كابدال أنها تقوم بإعادة الوعي للمجتمع والفاعلين الاجتماعيين وحتى المجلس الشعبي البلدي.